سارة. خير ماما؟ بدك شي؟ ايه هلا صار وقت الدواء، اعطيني اياه. حاضر. انا رايح اجيب لك مي. شكرا لك. انت صار لازم تستريحي راشيل، بس نوصل على فلسطين رح رتب لك امور معالجتك بايدي، يعني ولا يهمك. شكرا. بعرف دكتور بفلسطين متخصص بمعالجة القلب والشرايين وكتير شاطر، من أحسن دكاترة العالم. اللي كان يعالج ماما بباريس كمان دكتور مختص وكان رفيقه لخالي وايس. عن جد؟ وكمان كان شاطر كتير. طيب بيعرفني؟ لا ما بظن. تفضلي. يسلموا ايديك. عفوا. انت تمنيت لو تتحرر فرنسا بسرعة من النازيين لحتى نرجع أنا وماما. سارة شو في؟ ليش ما بدك تعطيني الدواء يا أمي؟ والله نسيت. تفضلي. يسلموا. النازيين بيضلوا مسيطرين على فرنسا وما بيطلعوا منها أبدا، لأنه ساعتها سارة رح تبطل تنق مشان نرجع لهنيك، وبدها تضل معنا وين ما رحنا. هلأ مثل ما أنك شايف البنت وإما وافقوا يرجعوا معنا على فلسطين. يمكن يتغير رأيهم بس يصيروا هنيك، ويمكن بالعكس، لأنه المشاكل اللي رح تصير بيننا وبين العرب الفلسطينيين مشان أراضيهم يمكن تخليهم يصمموا أكتر على الطلعة من فلسطين والرجعة على بلدهم. العملية العسكرية الواسعة اللي رح تصير لتشكيل الدولة اليهودية وطرد الفلسطينيين من الأرض الموعودة مستحيل تبلش قبل ما تنتهي الحرب بين الحلفاء والألمان، ولوقتها تأكد إنه أبوك رح يرتب كل الأمور مشان تتجوز أنت من سارة. إيه بتمنى؟ عمو تيودور. ماما مدري شو صار له. يلي بيسمع اسمه هلا يجي لعندي فورا. محمود فلاح. حاضر. مجيد امير ميران. حاضر. محمد ملك مختاري. حاضر. بهروز حاجي زاده. حاضر. مصطفى رحمتي. حاضر. داود عبد الله زاده. حاضر. مهدي فرحجي. حاضر. حبيب زهدي. حاضر. وهلا كل الاسامي اللي قريتهم لازم يجهزوا اغراضهم بسرعه. وهلا لوين بدكم تاخذونا سيدي؟ التعليمات اللي عنا انه ما نحكي لكم، بس مع هيك أنا لازم إلكن شو رح يصير فيكن. البريطانيين قرروا إنه ينقلوكن على سجن أراك مشان يحطوكن مع هدول 180 شخص المتهمين بالتعاون مع ألمانيا، وإذا شفتوا شي منا بهالفترة اللي قعدتوا فيها بهالسجن فبتمنى منكن إنكن تفهموا موقفنا وتسامحونا. وهلأ لموا أغراضكن. المرحوم المفتش وصانا فيك كتير، مشان هيك لا تخاف، إذا الله راد ما رح نروح على سجن أراك. Thank you.
مين هدول سيدي؟ لا تخاف منهم، أكيد هدول بيكونوا سكان هاي الضيعة. شو عمل؟ كمل مشي؟ ايه كمل. بس عم زمر لهم كتير وما عم يسمعوني. سيدي بلكي كانوا مسلحين. بس توصل لعندهم وقف فورا، وقتها بنعرف. حولنا الطريق، عنا مهمة مستعجلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا عرس شب من عنا من الضيعة، بده يتجوز وحدة من الضيعة الثانية. وانتو ليش عاملين العرس بالشارع؟ طول بالك علينا، نحن لازم نوصل العروس من هذا الطريق على بيت العريس. وهلأ اتفضل الضيف شوية حلوية. ممنونك. فضل. خلص بكفي، افتحوا لنا طريق، لازم نمشي من هون فورا. بكفي. ولا حركة ولا، خليك بأرضك. ارموا سلاحكم ولا تتحركوا ولا حركة. ارمي سلاحك. شكرا لكم. يلا يا جماعة، شو ما بدكم عملوا فيهم. يلا شباب. والله هربوه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا. من هون؟ تفضلوا لجوا. اهلا وسهلا مدام زهدي. اهلين فيك. حدا لحقكم؟ انت جاي؟ لا لا تخاف معلم. هلا بقدر شوف ابني؟ ايه طبعا اكيد، تفضلي. تفضلي. حبيبي جاك ضيوف، تفضلي. امي. حبيب. اشتقت لك يا امي، اشتقت لك كثير. فرحت من قلبي لما شفتك مره تانية. لو ما مهدي ورفقاته ما شفتيني مره تانية. شكرا كثير يا ابني، الله يجزيك الخير. نحن عملنا واجبنا يا مدام، إذا احتجتوا شي خبروني. ممنونك. مين هدول يا ابني؟ هدول شلة شباب مناضلين، مو قبلانين إنه تضل البلد محتلة وصار لهم فترة ملاحقين.
يعني انت اكيد بتعرف الحكومة قلبت الدنيا عليك واجوا لعندي على البيت، ما تركوا ابني ما دوروا عليك فيها ونبهوني كتير انه اذا شي يوم شفتك وصل لك هالحكي لازم تروح تسلم حالك، والا رح تصير محاكمة غيابية ويحكموا عليك بالإعدام. لا تخافي علي يا أمي، تعي ارتاحي قعدي هون. حاسستك إنك كبران كتير وإنه صار لي أكثر من 10 سنين ما شفتك. بتقصدي إنه مبين علي التعب؟ بس مو أكثر من أمك. أنا آسف، أنا آسف يا أمي على عملته فيك. عم شوف أختك كل يوم بمنامي ولابسة فستان العرس واقفة على مرش أخضر وطويل ومبينة مثل الطفلة، تقي واقف قدامه ومبين إنه راحت العرجة من إجره اليسار، كانوا كتير فرحانين بس ما كان في ضيوف عم يحضروا العرس إلا أبوك وزينة الملوك وفتاحي. معناها سمعتي خبره؟ ورحت حضرت عزاء، ما كان في مكان تحط رجلك. بس في شغلة لهلا انت ما بتعرفها. شو هي؟ من فترة قصيرة سارة وأمها سافروا مع أمها وابن عمها، أكيد طلعوا لبرات إيران مع بعض وما عاد يرجعوا. متأكدة؟ موسى منوهيم هو اللي خبرني. شو قلتي؟ بالله، وشلون بيسافروا هيك؟ دائما بسأل حالي نفس السؤال اللي هلأ عم تسأله، بس لهاللحظة ما كنت لاقي له جواب. يمكن هاي البنت صدقني مو من نصيبك يا ابني. أمي مستحيل تكون عملت هاي العملة من راسها. والله هذا اللي صار، وأحسن شي بتعمله إنك تفكر بحل مشكلتك هلا قبل ما هدول الظالمين يمسكوك، لأنه فورا بدهم يعدموك. انت لازم تختفي من هون لتستقر الامور، والله يصبرني على غيابك. قبل ما ناخد قرار باي شيء بدنا نعمله، بالاول بدي اياك تحكي لي عن القصه اللي صارت مع بيسان وتقي. اشرحي لي كيف ماتوا، لازم نعرف مين قتلهم. المساعد محب الدين خبرني إنهم أكيد رح ينعرفوا. يعطيك العافية. أهلين، والله صاحبك قدر يغير لك شكلك. انبسطت كتير بشوفته هلا، لأنه صار لي زمان ما شفته من أيام المسرح اللي بلال زار. بس هالفترة هو تعبان شوي، ويظهر إنه الرقابة عم تتدخل كتير بمسرحه وبأمر من الحكومة البريطانية. إيه يا حبيب قلي، وعدتك ووفيت. قلت لك أنا يا حبيب إني رح لاقي لك عنوان هذا الرجال الأزعر اللي سألتني عنه بوقتها ولقيته. اتدخلي لمواجهة، تا
تاني باب على ايدك اليسار. متأكد؟ ايه متأكد، لاني جبت عنوانه من رفقاته المقربين يلي بفوتوا بيطلع معهم. وهالزلمة هاد صار له فترة مختفي ومو مبين، وعرفت عنه كمان انه ترك شغله القديم من فترة وعم بيشتغل ببيع وشراء الاراضي اللي على طرف ايران. بس من وين جاب المصاري؟ الله اعلم. ماشي، شكرا. عم يرقص كتير حلو. ايه والله، ايه شايفين راسه محلالة الازهار. شلونك؟ قول قول. شايفين الرأسة معلا؟ شوفوا شو هاد. خير إن شاء الله. معلش تخليني نروح ربي له الأزعار. استنى لحتى قلك بكير، بس أول شغلة يا حبيبنا بدي أعرف مين هذا الزلمة الغريب اللي هو قلبه قدر يفوت على بيتي بكل هالشراء. أنا ماني غريب بنوب. وهلأ عرفتني يا دي نجات؟ لك هذا هو نفسه يلي أخذناه هذيك المرة على الصحراء. أنت هلأ مو من المفروض تكون عم تختخ بالحبوس؟ إيه هيك كان المفروض. لك شو بدك فيهم هدول؟ إيه عندك شي بدك تحكي لي؟ ها طول بالك، وهالمرة الزرعة بداني أنا. يا حبيبنا الله وكيلك ما دخلني بشي، رح أحكي لك كل شي كله من تحت رأس هداك اليهودي. تيودور أستروك. اي والله أنا ما كنت عارفان، وهداك الواطي ما بعرف كيف قدر يضحك علي. بوس إيدك سديني، أنا ما كان بدي يصير اللي صار معك. المعلم عم يحكي لك المزبوط، وهو كمان طلب مني انه رايب اهلك والحقهم من مكان لمكان. مشان شو؟ ما فهمت عليك شو قلت. قلت لك مشان شو؟ مشان هداك الظرف. هو كان مفكر انه عيلتك بيعرفوا وين محطوط الظرف اللي كان بده اياه. استر عرضك يا استاذ. صدق المعلم لانه ما عم يكذب عليك، وهلا انا حابب اني اطلب منك طلب. الله يخلي لك شبابك واهلك، لا تقوصنا. شو يقوصنا؟ الله يخليك سامحني، والله انا بحبك، وانا والرجال اللي تحت ايدي
وعد شرف انه ما نعمل غير الشيء اللي انت بتأمرنا فيه. وحياة اللي خلاك والله راح اعوضك عن كل شيء صار. شو بدك تعوض لي؟ لك واحد غبي مثلك ما رح يقدر يرجع حياة اختي ورفيقي تقي. اللي عن شو بدك تعوضني؟ عن شو بدنا نعوضه لك حمار؟ والله ما عم بفهم عليه شو بده. نحن معلمنا حبيب، نحن رجالك لما تغيب، من هديك لما بتغضب، نسبتلك لما بتتعب، جربنا ما رح تندم، لا تقوس بكرة بتندم، منك نحن منتعلم، للماما ان شاء الله بتسلم. يا واطي هلا والله لو ارجيك فكرت حالك زلمه، وهلا رح تعرف مين هو يادي. سمعان وداك، هلا بدي ورجيك يا واطي لتعرف مين انا يا حقير. ان شاء الله مفكر اني رح اتركك تعمل اللي بدك. تعال هون يا واطي. حقير بعيد عنك يا واطي، بعيد. الحقير غوصني، ساعدني. ما من اللي ساعدني. خلصت. حبيب حبيب، خلينا نتحرك من هون بسرعة قبل ما توصل الشرطة. يلا امشي يلا. وعليكم السلام. شو صاير؟ خلاص رح خبرك كل شي بوقته. ساعة كانت مع واحد يهودي. واحد يهودي؟ وقالت لي انه رجال منيح. طيب روح شوف شغلك. روح مثل ما بدك. مرحبا حبيب. أهلين أمي. ابني خبرني كيفك. منيح تمام. بدي أسألك سؤال، وين كنت؟ بعدين بنحكي، بعدين بنحكي كل شيء. طيب في شيء لحتى اجيتي لهون بهذا الوقت؟ انا ما اجيت لحالي يا ابني، مساء الخير يا حبيب. مساء النور سيد منوخيم. خير، شبه ايدك؟
ما في شيء، صار معي حادث صغير. أنا مبسوط كتير لأني شفتك بعد الغيبة، والحمد لله على سلامتك. وأنا انبسطت لأني شفتك. أنتوا كيف قررتوا تجوا لهون؟ يعني بهذا الوقت هذا المكان خطر عليكم؟ مشان أنا جيت لهون لأنه في شغلة ضرورية وحبيت أني أحكي لك إياها فوراً، وقلت أكيد الموضوع بيهمك. وصلتني الخبر من واحد بالاتحاد اليهودي، وقبل ما يمرق الوقت قلت بحكي. بعد الوضع الصحي اللي مرت فيه إما لسارة، قرروا كل اللي معها بالقطار أنهم يوقفوا الرحلة فوراً، وهالشي صار، ونقلوا راشيل على أقرب مستشفى بشيراز، وعم يستنوا لحتى تتحسن صحتها لحتى يطلعوا من البلد. مشان هيك قلت لازم أخبرك بسرعة. مع كل اللي صار، بس هالموضوع حقك تعرفه، وإنت بتتصرف. أحكي لي شو صار. حبيب، اتركهم يروحوا، هاي البنت مو من نصيبك. لو أنها بتحبك عن جد ما كانت قررت تتركك وتروح بهالسهولة لك، حتى بدون ما تودعك يا حبيب. بس مو صار الوقت متأخر كتير على الحكي؟ حاليا مو بس سارة اللي صارت تهمني بالموضوع. أنا قريت كل الوثائق الموجودة بهي الشنتاي، وأكيد الكل صار عنده فضول يعرف مين هو اللي وراء قتل البروفيسور وايز. يا ابني أنت شو دخلك بهالقصة؟ أنا لازم أوصل الشنتاي، ومثل ما وصاني البروفيسور، يعني من إيدي لإيد بنت أخته، وكمان منه بوصل الأمانة، ومنه بصفي حسابي مع هالكلبة تيودور أستروك. مو بس لأنه زتني بالحبس من وراء التهمة اللي لبسني إياها، لا، بس مشان أرواحهم. لا بيسألوا تقل. هيك حالي ما في عنا شي نعمله غير انه نستنى. الدكاترة كلهم أكدوا انه المريضة لازم تضل تحت العناية المشددة، يعني رح تضل تحت المراقبة من هون لحتى يطلعوها. طيب ما فينا نقنع سارة انه نطلع من هون بحجة انه المشافي مو جاهزة منيح؟ لأنه بس بهالحالة بنقدر نأمن على طلعتنا من هالبلد وأسرع وقت. شو رأيك؟ بس إذا صار شي قبل ما نصل على أورشليم والمرأة ماتت على الطريق، فنحن ما رح نخسرها بس إلها، أنت رح تخسر سارة للأبد. يا بابا أنا فوراً رح تعتبر أنه نحن السبب باللي صار لأمها. بس أنا خايف كتير،
بركي الانجليز طلعوا حبيب زهدي من السجن. ما في داعي تخاف كل هالقد، لانه حبيب قلبك حبيب رح يضل فتره طويله بالسجن بعد التهمه اللي لبسته اياها. هادنا اصدقائنا بس وصل متاخر. هدول عاملين اليوم بعد الظهر اجتماع لكل اليهود الموجودين هون بمدرج يهود شيراز، واكدوا علي كثير اني اجي لهنيك مشان القي لهم كلمه، والاحسن انك تكون معي. ايه بس يعني ساره ما رح تقدر تتزحزح من عند امها، امشي لشوف. بعدين لا تخاف، وصيتهم اذا صار اي شيء خبرونا فورا. لوين رايح؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. جاي زور مريضة. بس وقت الزيارة خلص. لو سمحتي، أنا قطعت مسافة طويلة من طهران وما صار لي كم دقيقة واصل. اي مو مهم، القانون قانون، إذا فوتك هلأ الكل بصير بده يفوت. شو اسم المريض تبعك؟ الحقيقة هي مريضة بس مو إيرانية. اي نحن هلأ ما عندنا غير مريضة واحدة فرنسية وموجودة بقسم العناية المشددة. طيب فيني شوفها؟ مستحيل هلأ حدا يفوت، ما سمحوا غير لبنت تضل قاعدة عندها. أهلين دكتور أحمد، مريضك عم يستناك، إمتى رح تجي؟ شكراً دكتور. أنا كتبت لك المطلوب على ورقة، بس هلأ إذا بدك رجعي اكتبيهم. أول شيء LNBO، وتاني شغلة سيروم لازم يتبدل كل 3 أو 4 ساعات، وتالت شغلة LFSEK كل يوم، ورابع شغلة فيتامينات البي والإي آي دي. هلأ خلصنا، بس أهم شي حاولي تشوفي الدكتور قاسمي وتناقشي معه الحالة بشكل عام. يلا بالإذن. ميرسي. كل ما عم فتح عيوني يا أمي عم لاقيك لساتك قاعدة قدامي. إذا بدك يعني ارتاح يا أمي روحي 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 حبيبتي وارتاحي شوي. بس يا ماما أنا كتير بكون مبسوطة ومرتاحة لما أكون واقفة جنبك، بقى لا تخافي علي. هذا الوضع إن شاء الله ما بيدوم يا أمي، ويمكن بس تخلص الحرب ترجعي عباريس وترجع الدنيا وتأرجيك مشى الحلو. وحياتك لنرجع نحن الاثنين على البلد. ارتاحي. سارة أنا وصلت لآخر الطريق، يعني أنا وياك هلأ بعكس بعض. أنا هلأ قصتي رح تخلص، بس انت يا عمري لهلأ ما بلشت قصتك. المهم انك ترتاحي هلأ حبيبتي، ولا بقى تعيدي هالحكي قدامي بنوت. انا رح ابقى جنبك هون. أنسي سارة، في شاب أعطاني هدول لوصل لك ياهن، ومعن هاي الرسالة. شكرا.
أكيد هذا قبر الشاعر اللي كنت تحكي لي عنه بطهران واللي خلتني صدق وآمن بحكيه، بس أنا متأكدة إنه روحه عم تتعذب لأنه واحد مثلك كان عم يحكي عنه وحافظ له شعره. ومستحيل بعد اعترافات الضابط النازي يكون البريطانيين تركوه بسهولة إلا إذا هربان منهم، أو يمكن تكون عملت شي قصة وورطت كم واحد بريء مثل ما عملت بسجن الألمان. كمان كيف طاوعك ضميرك تضلك كل هالفترة عم تكذب علي وأنا مصدقتك من قلبي؟ أنت واحد كذاب، علمتني إنه ما صدق حدا وصرت آمن إنه الواحد بيقدر يكذب حتى بأحاسيسه. المشاعر مستحيل أي إنسان يقدر يتحكم فيها لأنه مو بإيده، والحب ما بيوقف بقلب الإنسان لحتى يموت. بس معك حق، الدنيا صايرة كتير ظلمة والإنسان ما بيقدر يميز بين الحقيقة والكذب، بس لازم يفكر. لك أنت ما خليت لي مجال إني أفكر بعد كل شي عملته، وقصتنا كل يوم عم تمرق براسي مثل الكابوس وما عم أقدر أطلع منها. شو بدك؟ وليش جاي هلأ؟ لا وجاي متنكر، ماني عارفانة شو بدك تعمل فيني أكتر من هيك. روح، اطلع من حياتي لأنه الجرح اللي بقلبي ما عاد يتصلح. الحق معك، كابوس ورا كابوس، بس لا تفكري إنه أنت بس اللي صار معك كل هالمصايب. من آخر مرة شفتك فيها صار معي مصايب أكتر منك بكتير، وما حدا وقف معي، حتى أنت اللي كنت مفكر أنه بتحبيني من قلبك صدقتي وفكرتيني جاسوس، بس كنت مفكرك أقوى من هيك بكتير، لأنه قصتنا أنا وياكي مو سهل أنه تنسى بهي السهولة. وإذا مفكرة أنه أنا آخر كابوس بالنسبة لك بتكوني غلطانة. فيكي تاخدي هي الشدايه وتفتحيها وتعرفي شو في بقلبها. وشو هاي؟ هي فيها الظرف اللي وصاني فيه البروفيسور وايز قبل ما يموت، وقال لي وصله لبنت اخته. هي الامان اللي دفعت عنها وحافظت عليها منيح من شر الاستاذ تيودور أستروك، وللأسف أنا دفعت ثمن هاي الأمانة، وتضحيتي كانت غالية، موت أختي ورفيقي تقي. بيسان وتقي ماتوا؟ ليش؟ جواب هذا السؤال فيك تعرفي من اللي بشنتاني بين الوثائق. بدي منك توعديني انه من هون ل 24 ساعة على الأقل ما تحكي شيء لعمك أبدا ولا لابنه اللي بيحبك. استنى حبيب، بس فهمني شو اللي صار. الطريق صعب كثير ولسه طويل الدم، وأنا الله كاتب لي انه امشي فيه وكمله، بس بدي اياكي تعرفي شغلة انه أنا حبيتك من قلبي، والنار اللي شاعله بقلبي ما رح تنطفى بلوب. حبيب
طمنيني كيف صارت ماما؟ من شوي عطتها مسكن وهلأ نايمة. إذا بدك روحي على البيت وارتاحي شوي وبكرة الصبح بتشوفيها. شكرا. مرحبا حبيبتي سارة، هاي الرسالة والوثائق يلي هلأ بين إيديكي تركتهم وصية إليك، وبجوز يوصلوكي بعد ما أموت بكتير، وأنا حاسس إنه موتي قريب، لأنه في ناس كتير عم يلاحقوني، وغايتهم إنهم يحصلوا على هالوثائق، لأنها كتير مهمة، وفي عالم كتير بهمة إنه هالوثائق ما تطلع، لهيك بدهم يقتلوني، وللأسف أنا لازم أقلك إنه واحد من بين هالعالم هو عمك. تيودور أستر.